هذا اللقاء كنعتبروه مهم لانه هو كنعرفوا به الاخوات والاخوان السفراء والوزراء اللي هم يعني يمثلون الدول ديالهم في اليونسكو. كنقدموا لهم بالطبع التراث ديالنا المادي والمادي. وبالنسبه لهذا يعني المعرض اللي درنا اليوم هو بالطبع كيتكلم على تاريخ القفطان المغربي، كيفاش القفطان بدا في المغرب وفين وصل بالطبع. تقريبا كيف ما لاحظتوا يعني هذا المعرض كيتكلم على 200 سنه ديال القفطان. لماذا درنا هذا المعرض؟ الاهميه ديالو هو كيف ما كتعرفوا المغرب كيوجد يعني الدوسيين ديالو باش نحطوا كذلك القفطان في اليونسكو يولي معترف به كتراث لا مادي. فاذا هذا الا وهو مقدمه للعمل اللي غيقوم به المملكه المغربيه يعني في الاسابيع المقبله باش يتقدم هذا يعني يتقدم المعرض اليونسكو ان شاء الله باذن الله. يعني غيكون مركز وطني للحمايه على التراث اللامادي. وحتى كيف ما لاحظنا في البلاغ اللي كان بعد اللقاء ديالو مع سيدنا الله ينصرو مع المديره ديال اليونسكو اودغي ازولي، اللي ذكر مره اخرى وطلب منها باش اليونسكو تساعدنا باش ندافعوا على تراثنا. فاذا بالطبع هادشي داخل في هذا الاطار، وان شاء الله باذن الله بالمساعده اليونسكو وبالعمل الجاد اللي كيقوموا به الاخوات والاخوان في القطاع ديال الثقافه وفي القطاعات الاخرى الا وغننجحوا باش نزيدوا نعرفوا التراث ديالنا المادي ولا مادي. نحن في تراث مادي ونقدموا تراث لا مادي. علاش الاهميه ديالو؟ الاهميه ديالو ليس فقط نعم هي رمزيه لان خصنا نحافظوا على التاريخ ديالنا، ولكن كذلك نقدروا نعتبروها اقتصاديه. الو، هذا معرض حول القفطان المغربي يقام بمناسبه على هامش الدوره 17 لانعقاد اللجنه الحكوميه الدوليه للتراث غير المادي لليونسكو. كنتوخاو منه التعريف بهذا العنصر التراثي المغربي. استغلينا هذه المناسبه هذه باش نقدموا في اطار فعاليه ديال اليونسكو وبحضور جميع يعني تقريبا عدد كبير من الدول الاجنبيه، تقريبا ما يفوق 140 دوله اجنبيه. هو غادي مفتوح يعني طول هذا الاسبوع هذا اللي كاين الاشغال ديالو. بطبيعه الحال غادي يكون بالمجان. Okay, it's perfect also because we are meeting about the heritage, the intangible heritage. So this is important because there is part of the communities and also from the people. So that's why we think that it's very important to share about the different projects and also about the different elements as the intangible heritage and different experience around the different states.